الحمد لله، الحمد لله خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم يترك منهم أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الآجال وحدد الأرزاق سبحانه من إله عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار، ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. عباد الله، إن السعة في الرزق من الأمور التي يسعى لتحقيقها كل إنسان، وبلوغها لا يتأتى إلا بتوفيق من الله تعالى. فالرزق الواسع من زينة الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله سبحانه جعل لنا أسبابًا نقبل عليها ونحقق من خلالها مرادنا، ونحصل معها الأجر والثواب بفعلها أو المواظبة عليها. ويأتي بذلك للمسلم نعيم الدنيا والآخرة. فمن هذه الأسباب: أولاً، التقوى، وهي باب كل خير وحاجز عن الوقوع في كل المحرم، وهي زاد المؤمن إلى الآخرة، وبها يجني متاعه فيها. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي من الأسباب التي تفرج الكروب وتجلب الرزق، لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا سبيل لتحقيق الخير كله، ومنه نزول البركة والسعة، والسعة في الرزق، إلا بالتزام التقوى. وقد فسر التقوى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقوله: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فمن كان هذا دأبه فلا يخافن ضيقًا ولا كربًا ولا حرمانًا. الله يرزقه الخير بشتى صوره، ويغذق عليه من فضله باستقامته، كما قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقًا. ثانياً، من أسباب بسط الرزق وسعته الاستغفار. وفوائد الاستغفار عظيمة على الإنسان المسلم، فهو يسير على كل لسان، ومطلق في كل وقت ومكان، وهو من الأمور التي أمرنا سبحانه بها، حيث قال تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ثالثا، من أسباب بسط الرزق وسعته الدعاء. فمن خلاله يمكن للإنسان أن يدعو الله بقضاء حاجة، أو الشفاء من مرض،
أو تيسير أمر أو تفريج هم أو طلب رزق وما إلى ذلك، فهناك أدعية كثيرة هي سبب لجلب الرزق بإذن الله تعالى. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. رواه مسلم. والمهم أن يبتهل المسلم إلى الله داعيا إياه أن يوسع له في رزقه، مخلصا في دعائه، ساعيا بأن يكون طعامه وشرابه حلالا، لأنه سبحانه لا يقبل إلا طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. رابعاً، من أسباب بسط الرزق وسعته التسبيح، ويسن للمسلم التسبيح في كل وقت وفي أي مكان، إذ يمكن أن يملأ ميزانه حسنات في لحظات يسبح الله فيها عز وجل، ويمكن أيضاً أن ينفعه الله تعالى بهذا التسبيح ويرزقه. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي الله نوحاً صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. رواه أحمد. خامسا، من أسباب بسط الرزق وسعته التوكل على الله، ويكفي في التوكل على الله أن يأتي الإنسان بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله فيما يريد، ويكون موقناً أنه الوحيد سبحانه القادر على رزقه وإغنائه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي بسند صحيح. فالتوكل سبب عظيم لجلب الرزق. سادسا، من أسباب بسط الرزق وسعته صلاة الضحى، وفيها فضل كبير، ومن حافظ عليها وعلى غيرها من السنن فذلك من علامات الإيمان الراسخ، وهي من الأسباب الجالبة للرزق بشتى أنواعه. ففي الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. رواه أبو داود بسند صحيح. سابعا،
من أسباب بسط الرزق وسعته الزواج. الزواج نعمة عظيمة ومنافعه جمة، سواء على مستوى الفرد أو على الأمة جمعاء. ورب العزة وعد بإغناء الفقير بتزويجه، قال عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي بسند حسن. ثامنا، من أسباب بسط الرزق وسعته صلة الأرحام. فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. فهذه شهادة على جلب الرزق بهذه الطاعة، وليحرص المسلم على فعلها وعدم قطعها، حتى وإن لزم أن يصبر على ما يلقاه من الأذى من ذوي رحمه. تاسعا، من أسباب بسط الرزق وسعته الصدقة، وهي باب عظيم من أبواب الخير، وصورة من صور تكافل الناس فيما بينهم بالإنفاق قليلا أو كثيرا على الفقراء والمعوزين من الأمة، وهي مفتاح جالب للرزق، لكون الصدقة لا تنقص من مال صاحبها، وإنما ينميه الله ويربيه ويبارك فيه. قال تعالى: يمحو الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالصدقة تجارة رابحة لا شك، وعمل صالح يزيد في الأجر والفضل. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فلنحرص أحبابنا على هذه الأسباب، بعضها أو كلها، كل على قدر استطاعته، فهي مفتاح الخير وسعة الرزق وزيادته بفضل الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان توابا. الحمد لله الذي شرع الدين ويسره ووعد بالثواب وكثره وخلق الإنسان فقدره، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الله قد تكفل برزق الخلق أجمعين، فلم يتركهم هملا، بل قدر مقاديرهم وكتب أرزاقهم: ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. هذا، وصلوا وسلموا ورحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام كما أمركم بذلك العزيز الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.